فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بالنسبة للذي لم يدرك صلاة الاستسقاء له قلنا أن يصلي ما فاته، وهل له أن يدعو قبل السلام أم بعد السلام؟ وهل يصلي على كل حال مثلا كبقية النوافل في البيت مثلا؟ لا، إذا 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 قلنا بقضائها، وأنا قلت لك لا أعلم في هذا أثرا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا قضاها فهي صلاة نافلة، لكن يقضيها على صفة ما فعلها الإمام. أما الدعاء فيدعو في أثناء الصلاة، لأن الإمام يدعو بعد الصلاة لأنه يوجه الناس في الخطبة فيدعو، لكن هذا الرجل ليس عنده من يخطب فيه حتى نقول اخطب ووجه الناس، ما ليس عنده واحد، حتى لو كان عنده واحد خطبة الإمام كافية. فضيلة الشيخ تكمل لسؤال. أي سؤال؟ سؤال الاستسقاء، أنا من فاتته الركعة الأولى هل يكملها على أنها ثانية أم على أنها؟ نعم، هذه المسألة مبنية على خلاف مشهور، هل ما يقضيه المأموم أول صلاته أو آخر صلاته؟ والصحيح أن ما يقضيه آخر صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما فاتكم فأتموا. ويظهر الخلاف فيما لو أدرك الإنسان في صلاة الظهر الركعتين الأخرين وقام يقضي، فهل يقرأ مع الفاتحة شيئا؟ إن قلنا إنما يقضيه أول صلاته قرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وإذا قلنا إنه آخر صلاته لم يقرأ، والصحيح أنه آخر صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا. ولأن الإنسان إذا أدرك ركعة من صلاة المغرب فإنه يتشهد التشهد الأول بعد الركعة الأولى التي يقضيها، أليس كذلك؟ ولو كان آخر صلاته ولو كان أول صلاته لم يتشهد، لقلنا صلي الركعتين اللتين تقضيهما بدون تشهد إلا الأخير. وبناء على ذلك إذا أدرك الركعة الثانية في صلاة الاستسقاء أو العيد ثم قام يقضي فإنه لا يكبر في الثانية التي يقضيها إلا 5 مرات فقط. لا لا لا، أنا تكملها يجبر الكسر.